السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة بلفام أوفويي. مبروك عواشركم. ألوغ اليوم غادي نبارطاجي معكم قريسلات عاشورة. أنا اختاريت أنني نديرهم حلوين، ما كياخدوش الوقت بزاف ودغيا يعني كي تصيبوا. فصيبت ديال لي فخوي كونفي، يعني نفس العجين لي فخوي كونفي، شكل حلزون ووحدين بالعنب المجفف ولا الزبيب. فلكنتو انتريسي تابعوا معايا. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو زوج ديال البيضات، كاس لاروب ديال السكر كلاصي فاني، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، 150 غرام ديال الزبده، وبالنسبه للدقيق نص كيلو، اي ما يعادل 5 الكيسان ديال العنبه. اول حاجه غادي نبداو بها هي البيض. غادي نضيف واحد القبسه ديال الملحه، من بعد سكر كلاصي، من بعد غادي نضيف الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ باش كتجينا سهله، كنخدموا العناصر مزيان باش ما يبقاوش لينا هذوك الكويرات. كنضيف الفاني، من بعد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق فانا ضفت ليه المعلقه صغيره ديال الخميره باش ما كتكورش لينا. بالنسبه للعجينه فكتكون بحال ديال الصابلي، كتكون رطبه. ما كندلكوش العجينه، غير كنجمعوها. الوغ ملي جمعتها فانا غادي نقسمها لربع ديال الاقسام، وهنا كيبقى لكم الاختيار باش بغيتو ديروها. كنحاول تكون الاجزاء متساويه. فانا اختاريت لي فخوي كونفي والكاكاو والعنب المجفف ولا الزبيب. فغادي نبدا ندخل لي فخوي كونفي في العجين، ومن بعد غادي نديرو في واحد الفيلم اليمونتير، غادي نخليوهم كاملين كيرتاحوا واحد ربع ساعه عادة باش كنبدا نخدم بهم.
من بعد ملي ارتاحوا ربع ساعة غادي ندير دي بودان بحال الحريبلات، هذه اللي فيها العنب المجفف شويه غادي تعصبكم حيت كيبقى يطيح هذاك العنب المجفف، مي ماشي مشكل غادي نديرو معها الخاطر. كما شفتوا العجينات بجوج راه كملتهم، دابا غادي نمروا زوج العجينات الاخرين البيضه واللي فيها الشوكولا، غادي ندلكهم في واحد البلاستيكه باش كيجيوني ساهلين. ابخي غادي ناخد اللي فيها الكاكاو، صافي ابري كندير وحده فوق وحده وكنحاول نقاد الشكل. واخا انا راه كثرت هنايا البيضه على الكحله مي معليش، وغادي نحاول ندلكهم في مره وحده. صافي ابري كندير على شكل حلزون، كنقطعها وكنحاول نقادها. هنا كيبقى لكم الاختيار، سواء انكم كتخليوها هكذاك سواء انكم كترشوا الزنجلان، دونك انا غادي نوريكم. كما شفتوا وكنقطعها، العجينه كتكون رقيقه باش ما يجيوناش غلاضين. ولي بودان نتوما اللي كتحكموا في الحجم ديالهم واش كبار ولا صغار.
قبل ما كنقطعوهم كندخلوهم الكونجيلاتور واحد الساعة باش هكذا كيجيونا ساهلين في التقطاع. كنديروهم في واحد الطاولة اللي كتكون مدهونة وكندخلوهم للفران. كنتمنى انكم تجربوهم لانهم كيجيو لذيذين وسريعين في التحضير. مرة اخرى مبروك عواشركم ونتلاقاو في فيديو جديدة. بسلام عليكم.